علمتهم السنون والشدائد أن الأرض عرض والدم ثمن رخيص للوطن وأمانه، فكانت قبائل سيناء يداً بيد مع قواتنا المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب مع اشتداد هجماته السرطانية الغادرة، فكانت عنصراً أساسياً في ملحمة القضاء على الإرهاب بجولاتها العديدة، ومنها عملية حق الشهيد والعملية الشاملة سيناء 2018. قدمت قبائل سيناء وفي مقدمتها قبيلة الطرابين دعماً معلوماتياً ولوجستياً، وكشفت عن العناصر الخفية وقطعت طرق الشر لنقل الأسلحة انطلاقاً من خبراتهم الميدانية التي ساعدت في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية والقبض عليها، والكشف عن الطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة قبل الانطلاق لتنفيذ أعمالها الإرهابية. كانت القبائل شريكاً في تحويل مخازن الأسلحة والعبوات الناسفة والأنفاق والخنادق إلى ذكرى سيئة من الماضي القريب، قبل أن تكون شريكاً أساسياً في ملحمة التعمير والبناء. كانت استراتيجية الدولة في سيناء خلق بيئة طاردة للتطرف، إذ أعلن الرئيس السيسي في مطلع عام 2015 عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، وزادت قيمة الاستثمارات الموجهة لسيناء ومدن القناة في المشروعات المختلفة إلى 73 ملياراً و300 مليون جنيه عام 2022-2023 مقابل 4 مليارات و800 مليون جنيه عام 2013-2014. وكان أبناء القبائل شركاء في شركات التعمير والاستثمار ليقطن أبناء أرض الفيروز في مساكن لائقة وفي وظائف دائمة، وتصمت طلقات الرصاص ويعلو هدير المصانع.